وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف من بيروت الإعلامية أرابيكا سمعان، أهلا بك في نشرة الأخبار. كيف تصفين لنا تعاطي الإعلام العربي والدولي مع ما جاء به إعلان البحرين؟ أولا دعيني أشكركم وأشكر مملكة البحرين على الاستضافة وأهنئكم على نجاح القمة. وردا على سؤالك وفي الشق السياسي، هذه القمة كانت ناجحة ومميزة في دورتها 33، وشخصت وطرحت بالفعل واقع الأمة العربية وما تعيشه الدول العربية اليوم من تحديات وأزمات ومشاكل، وأيضا بشكل خاص الحرب التي لا تزال مستمرة في غزة. أما بالنسبة لإعلان البحرين وما تضمنه من مطالبة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى وجوب إدخال المساعدات الإنسانية، كان أمرا مهما جدا وانعكاساته إيجابية ستكون بالفعل. وقد شملت هذه القمة كل الدول العربية، يعني لاقت أيضا تجاوب وموافقة كل رؤساء الدول العربية على هذا الإعلان. وأود أن أثني على نجاح اللوجستي والتنظيم المميز، بالإضافة إلى التسهيلات الكثيرة للصحفيين التي وفرها مركز الإعلام الذي افتتح قبيل انعقاد القمة. إذن كيف يعني تقرأين أهمية المبادرات التي طرحتها مملكة البحرين خلال القمة؟ نعم، بالنسبة للمبادرات، بالفعل هذه المبادرات التي خرجت عن القمة التي قدمتها البحرين وأيضا حصلت على إجماع الدول العربية لاقت أصداء إيجابية ولها أهمية بارزة، إذ حققت القمة العربية إنجازا نصفه بالإنجاز التاريخي، وخصوصا بالقرارات والمبادرات التي خرجت عنها، يعني القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى وحدة الصف والتضامن العربي، وكذلك السعي نحو منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة. وقد برزت أهمية كبرى بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، بالتأكيد تحت رعاية الأمم المتحدة. وكانت الرؤى والمبادرات حكيمة جدا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة كل التحديات الراهنة وكل المشاكل والأزمات التي يعيشها العالم العربي في هذه الآونة. ونتطلع طبعا إلى مستقبل للدول العربية من أفضل وإلى نجاح لاحق. ودعيني قبل الختام أن أوجز تجربتي في تغطية هذه القمة بشكل سريع، وأقول أنها كانت تجربة فريدة ومميزة ورائعة مع هذا الشعب البحريني الذي ترفع له القبعة بالفعل بكرمه ومحبته وطيبته وضيافته وتنظيمه. وفي الختام شكرا لكم ومبارك من جديد نجاح القمة، وإلى مزيد من التطور والنجاحات. إذن من بيروت الإعلامية أرابيكا سمعان، كل شكرا جزيلا لك.